بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 21 من الكتاب 43، كتاب البر والصلة والآداب. باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة. يعني كثيرا ما الإنسان فعل معاصي إلا أن الله ستره ولم يطلع عليه أحد. هذه بشارة لهذا المسلم أن الله كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة إن شاء الله. بس المهم أنه هو يقلع عن المعصية ويتوب إلى الله ويندم ويترك الأمر لله. بعد كده بقى يقوم إيدي بشارة عاجلة لإيه؟ بأن الله كما سترك في الدنيا يسترك في الآخرة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 59 بعد 706,000. قال: حدثني أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر. أحيانا ربنا يستر على العبد يوم ما يقابل صحابه يحكي لهم أنا عملت وعملت، يبقى خلاص هو اللي فضح نفسه، يبقى ربنا يفضحه في الآخرة. فهمت بقى ازاي؟ طالما هو فضح نفسه ربنا سترك، ليه تروح تخبر الناس؟ فهم؟ كالمجاهر بالفسق. فهم؟ فإذا سترك الله خلاص لا تخبر أحد ولا حتى الشيخ بتاعك كمان. غاية ما هناك تروح لشيخك تقول له ايه؟ استغفر لي، ادعو الله لي ان يغفر لي يا مولانا وخلاص. لكن احنا مش زي النصارى لازم يروح يعترف في الكنيسة. المسلمين مش زي المسيحيين ما عندناش حكايه الاعتراف دي. لا، خلي سر بينك وبين ربك، ربنا سترك خلاص ما تفضحش نفسك. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. معلوم أن الله يعاملك كما تعامل خلقه. إن عملت الخلق بالعفو عفى عنك، إن عملت الخلق بالصفح صفح عنك، إن عملت الخلق بالندية وحسبتهم على كل شيء حسبك الله على كل شيء. فهمت؟ إن عملت الخلق بالعقوبة عاقبك الله. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وربنا بيقول لنا: أحسن كما أحسن الله إليك. يبقى أحسن للخلق كما أحسن الله إليك، فإذا أحسنت أحسن الله إليك. وعارف أنت قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأمم السابقة وجاء يوم القيامة فسأله الله: هل من عمل صالح كنت فعلته؟ قال: لا أذكر. لا يذكر أي عمل صالح، يعني ما عملتش أي عمل صالح. ثم ذكره الله قال: إلا أني كنت أدين الناس، يعني أعطيهم أموال أمولهم. يعني راجل كان عنده أموال كثيرة فكان يمول الناس على سبيل القرض. وكنت أطلب من عمالي إذا رأيتم أحدهم معسر فأنظروا تجاوزوا عنه. فربنا يقول له إيه؟ نحن أولى بالتجاوز منك، نحن تجاوزنا عنك. زي ما كان يتجاوز عن الناس تجاوز الله عنه. فهمت بقى؟ فعامل الخلق كما تحب أن يعاملك الله. فهمت؟ لقيت واحد بيعمل معصية وقافل على نفسه باب، وعينك انت شفته يا اخي والباب موارب لكنه لا يجاهر، انت تحب لما تبقى في مكانه تبقى مستور ولا مش مستور؟ تحب تبقى مستور مش مفتوح، يبقى استره، ما تقولش لحد انك شفت حاجه، خلاص كانك ما شفتش. فاذا سترته سترك الله في الاخر.
فهمت بقى؟ يعني عامل الخلق كما تحب أن تعامل نفسك وكما تحب أن يعاملك الله. فهمت المسألة؟ هي دي قاعدة عامة كده في كل سلوكك في حياتك، تجد الأمان في الدنيا والآخرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اعملوا ما شئتم كما تدينوا تدان، اعمل ما شئت كما تدينوا تدان، مش قايل كده في الحديث؟ اعمل ما شئت بقى. اللي انت تختاره اعمله، بس اعرف ان زي ما هتعمل ربنا هيعاملك بمعاملتك. قل كل يعمل على شاكلته. مش قايل الايه كده؟ قل كل يعمل على شاكلته. باب مداراة من يتقى فحشه. ايه المداراة؟ في فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة مذمومة والمداراة محمودة. المداهنة هي أن تبذل دينك من أجل الدنيا، تبيع دينك من أجل عرض من الدنيا، تبقى دي مداهنة، حرام. يسموه المصريين منافق، يقعد إيه مستح جوخ، يمسح جوخ لرؤسائه فينم في زملائه ويتودد الى رؤسائه علشان يحصل على ايه؟ على ترقيه، على مال او شيء من هذا. يبقى كده بيبذل دينه من اجل الدنيا، يعني بيدفع دينه وياخد دنيا. يبقى ده مداهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن المدراء عكسها، تبذل دنياك من اجل دينك، فاهم؟ عشان تحافظ على دينك تقوم تتنازل شويه عن دنياك. الدنيا بتاعتك هتخليك تخاصم اخوك، تقوم تتنازل عن سبب المخاصمة من أجل الآخرة. تتنازل يا أخي، كله بثوابه. تقوم تتنازل عن حقك في الدنيا أحيانا من أجل الآخرة. فهمت بقى إزاي؟ لكن التاني لا، ده يقتل أخوه من أجل إيه؟ خلاف دنيوي. يبقى إيه المداراة؟ منها المؤلفة قلوبهم، سهم المؤلفة قلوبهم نوع من المداراة الشرعية. يعني إيه المؤلفة قلوبهم؟ واحد حديثي إسلام، حديثي عهد بإسلام، ولسه ايمانه ضعيف، يقوم الايه حاكم المسلمين اللي هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولي امر المسلمين، يعمل ايه؟ يدي مرتبات قويه كبيره لكل واحد حديث الاسلام لمده سنه، هيدي له 5000 جنيه كل شهر. اي واحد يدخل في الاسلام جديد هندي له 5000 جنيه كل شهر اعانه. ليه؟ لانه لما بيدخل في دين جديد بيتغير احواله وبيفقد ارثه من ابائه بسبب اختلاف الدين، وقد تطرد اسرته فيلاقي نفسه في الشارع. يقوم يقول ايه؟ احنا هندي لاي واحد دخل في الاسلام 5000 جنيه كل شهر لمده سنه لحد ما تستقر احواله. او ده بذل دنيا من اجل دين، بيبذل دنيا من اجل دين، تبقى دي اسمها مداراه. فهم؟ يجي مثلا بعض حكام المسلمين يقابلوا باراك بالابتسامه، وهو اصلا قاعد يقتل المسلمين في كل حته، لأنهم لا يستطيعون مجابهته عسكريا الآن. وعشان كده الرسول يقول إيه؟ نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. نبش في وجوه قوم زي السياسيين ما بيعمل. فهمت بقى المسألة؟ نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. زي ما بيحصل دلوقتي. بدل ما تيجي تهيج قوى عظمى على المسلمين وهم غير مؤهلين. غير مؤهلين لأن وجوههم الآن. فهمت ازاي؟ فتجد الاطفال يقتلوا والنساء تقتل وغير ذلك. ايه اللي قلقك؟ عايز ايه بس؟ حيران. قول لي. في عربيه نيسان سد على حد. يلا يا سيدي. لأحد؟ نعم. ما هو حدها انك انت تقدم المنفعه الدينيه والمصلحه الدينيه على المصلحه الدنيويه. ادي حدها. بنيتهم. اذا كان كده علشان بيدفع ضرر عن امته، لا يريد ان تواجه الامه نيران حرب وهي غير مستعده لها، يبقى عند الله مقرب. لكن لو كان نيته بيتقرب اليهم علشان يواليهم ضد المسلمين ويحقق مخططاتهم جوه بلده، يبقى هنا آثم. فالمسألة كلها على حسب هو نيته ايه.
فهمت المسألة؟ باب مداراة من يتقى فحشه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم قبل ما يدخل قال إذنوا له فلبئس أخو العشيرة اللي هو كان مين؟ عيينة بن حصن. عيينة بن حصن كان راجل زعيم قومه وكان في نفس الوقت أحمق، والنبي سماه الأحمق المطاع، كل قومه يسمعوا كلامه وهو أحمق متسرع، وكان لم يحسن إسلامه، أظهر الإسلام وأبطن الكفر لدرجة أول ما مات سيدنا أبو بكر ارتد وجاء به أسير لسيدنا أبو بكر. فهمت إزاي؟ عيينة بن حصن ثم حسن إسلامه بعد كده وتاب بعد كده، سيدنا أبو بكر أدبه ودعه وبعد كده إيه أسلم مرة أخرى ومات على الإسلام وحسن إسلامه. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف خبيئة قلبه صلى الله عليه وسلم، معلش كده أول إيه ما جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان زعيم قومه، يعني براكه براك أوباما، واخد بالك؟ لأنه كان وراه جيش 60,000 مقاتل يتحركوا بإشارته. فالنبي لو إيه أساء إليه وهو أحمق مطاع متسرع، يعني ما عندوش حكمة، يلا هيو تعال هيجي لك 60,000 على المدينة يجتاحوها. فهمت؟ لكن النبي لما عامله بالحسنى 60,000 أسلموا بقوا سيوف للمسلمين بدل ما تبقى سيوف على المسلمين. شفت بقى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان كده ناخد بالنا من حكمة النبي كيف كان يعامل الناس. هو ده كان زعيم كبير من زعماء قومه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحمق وكان مطاعا وكان عنده قوة لا يستطيع المسلمين في هذا الوقت أن يواجهوه. فكان النبي يقابله إزاي؟ يبش له وهو إيه؟ يقول لك وقلوبنا تلعنهم، عارفين أن قلوبهم كلها يعني مساوي. حدثتني عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه آلان له القول. أول ما دخل بقى النبي إيه لسه بقول بئس أخو العشيرة، قال له مرحب مرحب تعالى وقعدوا. ستنا عائشة مش متعودة أن النبي يبقى كده، يعني كأنه له وجهان، حاجة غريبة أوي دي، عشان كده سألت النبي إيه الحكاية دي. فهمت؟ فقالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. يبقى شر الناس إنك أنت تتقيه، يعني توادعه وتلين له الكلام مخافة الأذى أن يأتي من جانبه، يبقى ده شر الناس. فهمت إزاي؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه، غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. باب فضل الرفق. والرفق ضد العنف، يبقى الرفق تعرفوا إزاي؟ هو ضد العنف، وهو التصرف بحكمة ولين وحلم وعدم غضب. فتلاقي الرفق ده خلق يجمع في داخله أخلاق كثيرة طيبة، يجمع في داخله الحلم، ويجمع في داخله الأناة، ويجمع في داخله الحكمة، ويجمع في داخله اللين. فهمت إزاي؟ وعدم الفظاظة. مجموع ده يظهر في الآخر إنك تبقى رفيق بالناس. باب فضل الرفق. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم الرفق يحرم الخير.
لأن الله يثيب على الرفق ما لا يثيب على غيره، يدي ثواب على الرفق ما لا يثيب على أخلاق غيره. شوف قد إيه. فلازم تبقى مع زوجتك عندك رفق، مع أبنائك عندك رفق، مع جيرانك عندك رفق، مع أقرانك عندك رفق، مع حتى دوابك يبقى عندك رفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الدابة يركبها من الرش يضربها. شوف قد إيه. حتى الرفق مع الدواب، حتى الرفق مع الجماد. اما تستعمل الحاجه استعملها برفق، لكن لو استعملتها بعنف تخربها وتكسرها. فهمت ازاي؟ فتعامل بالرفق في كل امورك. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حا قال وحدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الاعمش حا قال وحدثنا زهير بن حرب واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لهما. قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن الاعمش عن تميم بن سلمه عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. يعني يحرم النفع في الدنيا ويحرم الثواب في الاخره. شوف ربنا بيقول للنبي ايه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني رفق النبي واخلاق النبي فتحت القلوب قبل ان تفتح البلاد صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير، او من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن ابي قال حدثنا حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوه قال حدثني ابن الهاد عن ابي بكر بن حزم عن عمره يعني بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، لان اعلى الاعمال ثوابا عند الله الاخلاق الطيبه، اعلى ثوابا من الصلاه. شوف قد ايه. حسن الخلق اعلى الاعمال ثوابا، والرفق من علامات حسن الخلق. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني منزلا يوم القيامه ايه، احاسنكم اخلاقا. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعب عن المقدام وهو ابن شريح ابن هانئ عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، شانه يعني عابه، وزانه يعني كمله وجمله. وعن ابي قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الاسناد، وزاد في الحديث ركبت عائشه بعيرا فكانت فيه صعوبه فجعلت تردده، يعني ايه تهدده، ها امشي امشي وتزعق له، بعير فيه صعوبه، فهم؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله. ونقف على باب النهي عن لعن الدواب وغيرها غدا ان شاء الله، وده من باب الرفق ايضا بالحيوان. اذا كان امر النبي بالرفق في كل شيء فالحيوان من الاشياء والجماد ايضا من الاشياء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يخلقنا باخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا نحن وسائر المسلمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.